مساء الخير، أنا اسمي مزنة حسن، أنا المديرة التنفيذية للنظرة للدراسات النسوية وإحدى مؤسسات ملتقى النساء في السياسة. بالأول بعتذر على إني مش قادرة أفتح الفيديو نتيجة الإنترنت، في مشكلة عندي يعني، وعلشان نكمل اللقاء يعني بكل تواصل مع الضيفات العزيزات. أنا مش هطول. هو ملتقى النساء في السياسة اللي هو مجموعة ابتدت من مجموعة من النساء من المنطقة العربية من سنوات من 2016، وبتعمل على قضايا النساء في السياسة بمنظورها الواسع لمدة سنوات طويلة، من تقديم تقارير وبعثات مشاركة في بعثات متابعة الانتخابات وأوراق موقف وتضامن وبيانات مع عضواتنا أو مع أوضاع النساء في منطقتنا اللي هي بتتعقد يوم بعد يوم، خاصة مع وجود الجائحة. لكن الملتقى في هذه الأيام ومن ساعة بدء الجائحة من شهور طويلة قرر إن هو يبقى بيكمل عمله بشكل مختلف. والملتقى لأنه يضم نساء هن في الأساس فاعلات في المنطقة بأشكال مختلفة، وفاعلات في أوطانهن وفي عملهن النسوي والسياسي، فابتدى الملتقى سلسلة من اللقاءات حول مختلف البلاد بتضامن من جميع عضوات الملتقى حوالين قضايا تتعلق بالنساء والسياسة في المنطقة. فعملنا لقاء حوالين الأوضاع في اليمن، الأوضاع في لبنان، والأوضاع أنا آسفة مش فاكرة التالت. لكن النهاردة احنا بنلتقي لنتحدث عن العراق، واللي هي احدى اعظم دول المنطقة تاريخيا واحدى اعظم والاكثر يعني في وجهة نظري حركات مثقفة ومبدعة وقادرة على مقاومة الاستبداد والظلم طول الوقت. يعني بتكلم عن نفسي شخصيا، لسنوات طويلة اتعلمت جدا من الحركة في العراق عموما ومن مثقفات ومثقفين العراق، وأيضا من الحركة النسوية اللي قادرة تبقى موجودة طول الوقت رغم الحياة الصعبة يعني لسنوات طويلة من القمع والحرب والعنف بين المجموعات وغيرها. لكن أصوات النساء والنسويات هناك دائما قائمة تطالب بحقوق النساء اللي هم باختلاف عرقيتهم وتوجهاتهم الدينية، وإبداع السكوريات ونضالهن طول الوقت. أنا سعيدة إن أنا بقدم اللقاء النهاردة لاتنين من أهم عضواتنا يعني في الملتقى. واحدة منهم هي من أهم النسويات اللي الواحد بيتعلم منها طول الوقت وطول العمر، يعني الأستاذة هناء أدور، اللي هي تمثل مثال حقيقي للنساء القوية. ودايما كده أما بتكلم عن النساء في السياسة في المنطقة بقعد جوجل وأطلع من على يوتيوب لقاءات وأحاديث وردود الأستاذة هناء أدور، ونوريها للبنات الصغيرة ونقول لهم شوفوا 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 الستات بتعمل إيه في أماكن، والقوية الذكية ريزان اللي هي أتشرف فعلا فعلا بوجودها معانا كعضوة مجلس نواب عن إقليم كردستان ونضالها القوي حوالين أوضاع النساء. ومعانا النهاردة من خارج الملتقى ولكن من داخل أسرتنا النسوية والمدافعات عن حقوق الإنسان، الأستاذة رؤى، اللي احنا هنبقى سعداء بأن هي تبقى معانا في اللقاء وغيرها. يدير اللقاء أستاذتنا الأستاذة بشرى العلوي من المغرب. الأستاذة بشرى العلوي هي قاضية سابقة
إحدى العضوات المؤسسات للملتقى ومن أهم العضوات الفاعلات واللي على طول بتحاول تزقنا كده وإحنا نايمين ومش عارفين نشتغل وترد وتبقى قوية ومتفاعلة معانا طول الوقت. أنا هتعلم منكم النهاردة وأظن كل اللي بيسمعنا هيتعلم، وده جزء من أظن ردود أفعالنا وتضامننا الدائم مع نسويات المنطقة بأنه يبقى صوتهم موجود، عملهم ظاهر، وتضامننا الفعال معاهم طول الوقت. مش هاخد من وقتكم كتير وبسيب الكلمة للأستاذة بشرى العلوي لإدارة اللقاء. شكرا. أشكر الأستاذة موزن على الأستاذة موزن المديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية على افتتاح هذه المنصة الإلكترونية لوبينار التي تحمل بين طياتها وضعية العراق بين أو تدارس وضعية العراق بين المعترك الانتخابي والتزايد وتيرة العنف على النساء. أرحب من جديد كل من التحق بنا في هذه المنصة الإلكترونية أصالة عن نفسي ونيابة عن ملتقى النساء في السياسة للمنطقة العربية، وأرحب بالضيوف أو الضيفتين الكريمتين العراقيتين عضوات ملتقى النساء في السياسة وكذلك الأستاذة رؤى خلف. الأستاذة هنا أدوار هي غنية عن التعريف، كيف ما قالت الأستاذة موزن، هي معروفة وشخصية قوية، المرأة المدافعة عن حقوق الإنسان ومن مؤسسات جمعية الأمل العراقية، وهي تشغل موقع الرئيس بها، قادت العديد من الحملات حول مساواة النوع الاجتماعي وتعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار وفي بناء السلام والأمن والعدالة والمصالحة، كما ساهمت في صياغة قانون نموذجي لمناهضة العنف ضد النساء في الدول العربية من أجل تطوير واقع النساء، ولها عدة أنشطة كثيرة. الوقت لا يسمح لعرض كل الأنشطة التي تقوم بها وما زالت، فتحية لها. ضيفتنا الثانية الأستاذة ريزان دالير، والغنية هي كذلك عن التعريف، وهي نائبة مجلس النواب العراقي من 2014 إلى 2018، وحاليا للدورة النيابية رابعة، وسنة 2003 عملت بالمحكمة معاونة قضائية بعد محققة عدلية وبعد محامية إلى غاية سنة 2014، وعملت بعدة منظمات، وطبعا عضو نشيط بملتقى النساء في السياسة بالمنطقة العربية. ضيفتنا الثالثة الناشطة رؤى خلف، مديرة قسم متابعة وتقييم في منظمة النجدة الشعبية، ناشطة في القضايا السياسية والحركة الاحتجاجية منذ 2015، مهتمة بقضايا تفعيل دور النساء في صنع القرار السياسي، ومن مشاركات انتفاضة تشرين العراق. هذه الناشطة السياسية تعرضت للتهديد وبقيت صامدة وواصلت نشاطها في ساحة التحرير في بغداد، فتحية لها. هذه الأخت تسمى رؤى خلف. والآن سأتلو عليكم مقدمة مختصرة مع أجندة اللقاء. تشهد مناطق النزاع في المنطقة العربية تغييرات سياسية متسارعة، خصوصا بعد قيام حركات جاءت لإحداث تغيير سياسي واقتصادي في المنطقة. لقد صاحبت هذه التغييرات في المنطقة وكمحصلة اعتيادية حالة تهميش للنساء، وتم إقصاؤهن من المجال العام والسياسي، كما تم تصعيد انتهاكات ضدهن من محاربتهن وإقصائهن إلى مرحلة الإخفاء القسري والسجن والتنكيل بهن والقتل. وقد تواترت الأحداث مؤخرا بالعراق
لتشهد أعلى نسب العنف ضد النساء وخصوصاً الناشطات منهن بقصد ترويعهن وإخماد أصواتهن المتعالية ضد سياسات الإقصاء والتشويه والتنكيل، أو حتى رفع أصواتهن ليكن جزءاً من المشهد العام في العراق، وحيث أن العراق من المناطق التي لم تهدأ فيها النزاعات بل زادت في الآونة الأخيرة، وخصوصاً مع اقتراب الانتخابات والتأثير السلبي المباشر على الناشطات. ارتأى الملتقى أن يسلط الضوء على الوضع السياسي للنساء في العراق قبل الانتخابات، مع تزامن ارتفاع وتيرة العنف والتنكيل بالفئات الناشطة من النساء العراقيات من خلال ثلاث نقاط مهمة سوف نتناول في هذه المنصة الإلكترونية، ثلاث نقاط التي يكون يدور حولها النقاش. النقطة الأولى، استهداف الناشطات والمدافعات في العراق وكيفية حماية الناشطات والمدافعات وضمان نشاطها والمشاركة الواسعة للنساء في المجال العام. النقطة الثانية، سوف تتمحور حول الوضع الأمني في العراق وانتخابات القادمة وتعقيدات الانتخابات وكيفية تهيئة أجواء آمنة لخوض هذه الانتخابات. النقطة الثالثة، سوف تتمحور حول التحقيق في نزاهات لجان التحقيق والكشف عن التقارير الصادرة عنها والكشف عن مسار القضايا والمدة الزمنية الضرورية لإنهاء التحقيق والتوصل إلى الحقيقة بنزاهة وشفافية. ولكن قبل أن نخوض في هذا النقاش أو في هذه النقط الثلاثة حول النقاش فيها، سأعطي الكلمة للأستاذة هناء لإعطاء بيانات عامة حول أوضاع النساء بالعراق وعلى الأخص الجانب السياسي باختصار، حتى تتمكن المشاركات معنا من الاطلاع على ما يدور في العراق في الوقت الراهن. فلتتفضل مشكورة الأستاذة الفاضلة. أستاذة هناء، في نظرة للدراسات النسوية ويعني أشف على الإمكانيات اللي وفروها إلى الحركة النسوية العربية في الالتئام الدائم ضمن الملتقى النسوي للنساء. أستاذة هناء، الصوت مش واضح، معلش بس لو سمحت تقربي للمايك. أها، أشكر. هلا واضح له؟ لا حاليا واضح ولا؟ واضح. اوكي، اقول اوجه الشكر العميق لشقيقاتنا واخواتنا في مصر، لا سيما لنظره، مؤسسه نظره للدراسات النسويه اللي كانوا هم مبادرات الى تشكيل ملتقى النساء العربيات في السياسه، واللي كان له أثر كبير في تعزيز التضامن بين مختلف المنظمات النسوية في العالم العربي في هذه المنطقة الملتهبة، ولا سيما في السنوات الأخيرة. أيضاً أوجه الشكر إلى العزيزة الصديقة بشرى العلوي القاضية اللي من المغرب، اللي احنا فرحين جدا انها تيسر هذا اللقاء، وايضا ارحب بجميع الزميلات الاخريات اللي موجودات، وبلا شك الى عزيزتنا ريزان اللي هي معانا دائما في الحركة النسوية في العراق. بدءا يعني اود ان اقول في هذا الصدد حول الوضع في العراق، لابد من حديث موجز جدا حول الوضع السياسي كي يكون صورة واضحة عما يجري الآن أو ما يدور الآن في العراق، واللي هو باعتقادنا يعني الوضع السياسي اللي يتركز في وضع مأزوم للغاية، مأزوم نواجه أزمات دنيوية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما نواجه في الوقت نفسه
أزمات ظرفية ناشئة هي عن انتشار وباء كورونا وآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية اللي حقيقة تشكل تحديات كبيرة على أيضاً أنه هناك أزمات من نعيش في ظل أجواء التوتر الأمريكي الإيراني وانعكاساته على الوضع السياسي الداخلي العراقي إلى أثر كبير أيضاً في تهديد الوضع التهديد الأمن وتهديد الاستقرار في العراق. بلا شك أنه إحنا اليوم أقول في شهر أكتوبر في الذكرى السنوية الأولى للحراك الاحتجاجي اللي انبثق في 1/12/2019 في ظل هذه الظروف اللي نحيي الذكرى الأولى في تصميم كبير في مواصلة ومثابرة وفي مواصلة هذا الحراك الاحتجاجي في مختلف المدن أو المحافظات العراقية في وسط وجنوب البلاد. في ظل هذه الأجواء أيضاً علي أن أوجه تحية خاصة أو أوجه اهتمام يعني نقطة مهمة جداً بتوجيه ما أريد أقول التحية وإنما بتوجيه الخلود لشهيدات الحركة وشهداء الحركة الاحتجاجية في العراق اللي سقطوا خلال التظاهرات واللي كان أبدوا بطولة وبطولة نادرة في مواجهة القمع ومواجهة رصاص والغاز المسيل للدموع وكل أشكال القمع السيء. في هذه الأجواء اللي نعيشها أيضا يعني هناك صمود كبير من قبل المتظاهرين، من قبل المحتجين، من قبل فئات متنوعة، شرائح اجتماعية لا سيما الشباب والشابات في مواصلة الحركة الاحتجاجية من أجل تحقيق أهدافها اللي تبلورت خلال الفترة الماضية طيلة السنة الماضية في ضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين واتخاذ خطوات عملية في محاربة الفساد ومن أجل انتخابات مبكرة وأيضاً بعيداً انتخابات مبكرة بعيداً عن تأثيرات المال السياسي والسلاح غير المنضبط. في هذا المجال استطاعت الحركة الاحتجاجية أو إحنا في العراق نسميها انتفاضة ونسميها أيضاً ثورة، ثورة تشرين، ثورة أكتوبر، أنها بدت واضحة العيان في كونها شملت فئات واسعة من المواطنين. أيضاً اتعدت الحدود ليس فقط للاحتجاج على قضايا الخدمات وقضايا الأوضاع الاقتصادية وإنما تعدت شعار رئيسي وحد هؤلاء المتظاهرين في كل المحافظات العراقية كان شعار نريد وطن ونازل آخذ حقي، وهذا حقيقة بلور توجه نحو بلورة هوية وطنية عراقية بعد أن تشظى الشعب العراقي خلال العملية السياسية بعد 2003 في هويات فرعية تحت اسم المكونات وتعزيز النظام الطائفي في العراق. باعتقادنا استطاعت ثورة تشرين أن يعني توجه ضربة شديدة للنظام الطائفي، أن تضع أمام جميع القوى السياسية الحاكمة المتنفذة على ضرورة إنهاء النظام الطائفي والسعي من أجل إيجاد نظام يعتمد سيادة القانون ويعتمد مبادئ المواطنة المتساوية ويؤكد على العدالة الاجتماعية. في هذا الإطار أستطيع أن أقول نجحت أيضاً ثورة أكتوبر في أنه الضغط على الحكومة السابقة في استقالتها، تقديم استقالتها، وأيضاً استطاعت أن ترفض عدد من المرشحين بعد إقالة الحكومة، كانوا مرشحين لتكليفهم بالوزارة لكنهم لم يمروا بسبب رفض الشارع لترشيحاتهم، إلى أن إلى حد يوم 6 يوم 5/6 5/5 أو في شهر أيار الماضي مايو الماضي يعني استطاع السيد مصطفى الكاظمي أن يحوز على تشكيل حكومة جديدة في العراق. بعد تشكيل هذه الحكومة كان يفترض أن حكومة الكاظمي وضعت ضمن منهاجها
الحكومي هو الاستجابة للمطالب الشعبية من خلال تحقيق الإصلاحات العميقة وتغيير منظومة حكم المحاصصة والفساد، وهي أيضا من أجل إيجاد أجواء أفضل في محاسبة قتلة المتظاهرين واتخاذ خطوات عملية بمحاربة الفساد وتحريك ملفات الفاسدين. في ظل هذه الأجواء اللي أقوله يعني قدم الشباب دماءهم الزكية في تأكيد هذه المطالب، وخلال الفترة من 1/10/2019 ولغاية نهاية شهر أيلول، نهاية شهر أيلول سقط أكثر من 700 شهيد في أثناء المواجهات، والعديد من عندهم من مدافعين حقوق الإنسان والناشطين وأيضا من الشباب المتظاهر. من بينهم كان عدد من النساء تجاوز عددهم 6 أو 8 نساء أيضا سقطوا خلال هذه الفترة، سقطنا خلال هذه الفترة، ويعني حقيقة أقولها بكل أسى، خسرنا شهيدات كان لهم دور فاعل في حركة الاحتجاج، ومنهم الناشطة دكتورة ريهام يعقوب من البصرة اللي كانت تقود تظاهرات بنفسها، تظاهرات الشباب، وتأكد على ضرورة أنه من رفعت صوتها عاليا أن صوت النساء ثورة ليس عورة. هذه قضية مهمة نقولها، أن النساء قدن تظاهرات وتعرضنا إلى محاولات الاغتيال، مثل أيضا الناشطة نهاوان تركي في الناصر كشابة لكنها كانت تقود تظاهرات الشباب وتهتف أمامهم وتقودها بكل حماس وبكل روح وطنية عالية. أيضا في بغداد عندنا تعرضت الناشطات إلى محاولات خطف، يعني مثلا أيضا صبا المهدي اللي اختطفت في سنة 2019 وأخريات أيضا اختطفنا، وأيضا محاولات اغتيال أخريات لوديا ريمون في شهر الثامن من 2020، وريهام يعقوب اغتيلت في شهر الثامن في 2020. أريد أقول فقط شيء واحد مهم، أنه يعني استطعنا أن نرصد كحركة خلال الفترة في شهر الثامن وحده، في شهر أغسطس آب الماضي 11 اغتيال، يعني جريمة اغتيال جرت ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وأسماءهم موجودة، وكان من ضمنهم الشهيدة ريهام يعقوب. أيضا جرت العديد من محاولات الاغتيال اللي هي أيضا تتجاوز العشرات، بحيث تصل إلى تقريبا 100 محاولات اغتيال إلى آخره، وهناك العديد من المختطفين الذين لا يزالون. أشير بشكل خاص إلى 4 من الناشطين والمثقفين اللي لا تزال آثارهم غير معلومة، مفقودين منذ سنة 2019 و2020 أيضا، ولا يزال الكشف عن هؤلاء. أيضا الكشف عن المجرمين اللي الحكومة العراقية لا تزال متهاونة في الكشف عن هؤلاء، عن القتلة أو عن القناصة اللي كانوا يرمون المتظاهرين من أعلى السطوح من أعلى المباني، أيضا لحد الآن لم تكشف. رغم كل المطالبات ورغم كل الوعود لا تزال الحكومة تقول توصلنا إلى خيوط للكشف عن محاولة قتلة الشهيد هشام الهاشمي، الباحث البارز في الشؤون الأمنية والسياسية اللي السياسة يشكل خسارة كبيرة للحركة المدنية في العراق. أقول في هذا الموجز أيضا بالنسبة للنساء، ونحن مقبلين على انتخابات جديدة، لا يزال الوضع مهدد. هل ستحدث هذه الانتخابات التي حددت الحكومة موعدها في بداية شهر حزيران يونيو القادم 2021؟ لكن للأسف الشديد لحد الآن مجلس النواب العراقي لم ينتهي، صح أقر قانون الانتخابات لكن لم يقره جملة وتفصيلا، يعني لا تزال هناك بعض المواد الرئيسية في القانون لم ينتهي، مثلا توزيع الدوائر الانتخابية جرى أمس مؤخرا في إقراره،
ولكن لا تزال هناك كثير من القضايا المعلقة ينتظر حسمها ربما غدا، وربما لا أدري هل سيتحقق ذلك أم لا. يعني المحاولات أيضا من القوى السياسية النافذة والأحزاب السياسية المتنفذة محاولات لعرقلة قيام هذه الانتخابات اللي طالبت بها التظاهرات، ساحات التظاهر بتمثيل دوائر متعددة أن تجري ضمن الدوائر المتعددة، لكن لحد الآن لم ننتهي بشكل كامل والأيام تمضي سريعا، لم يتبقى إلا 7 أشهر. هل ستكون كافية لحملة انتخابية أن تخوضها المرأة بشكل واسع؟ باعتقادنا هذه قضايا تحديات راح تكون أمام المرأة العراقية في ظل ظروف الإعداد للانتخابات وفي ظروف الترشيحات، ترشيح في غياب الأمن وفي ظل وجود السلاح من قبل الجماعات المسلحة اللي هي خارج إطار القانون اللي لا تزال نافذة متنفذة، وأيضا محاولات تشويه صور المدافعات وصور المدافعين، وأيضا تشهير بالناشطات في المجال السياسي أو المجال المدني والاجتماعي. وهذه قضايا نعتقدها مسألة راح تكون إحدى المعرقلات في قضية خوض المرأة العراقية للانتخابات القادمة. لا ربما يعني أطلت في هذا الشأن، لكن أنا أقول أننا لا نزال في تراجع بالنسبة للمرأة وجودها في المشاركة السياسية خاصة في مواقع صنع القرار. في تشكيلة الحكومة الجديدة لا يوجد لدينا سوى وزيرتين، ومن عدد أكثر من 24 وزير أيضا لا تزال نفتقد وجود المرأة في عدد من الهيئات المستقلة، وحتى تأثيرها في داخل مجلس النواب لا يزال ذاك التأثير ليس تأثيرا واضحا ملموسا، وإنما أكثر الأحيان قد تكون هي ضمن ربما تتحدث ريزان العزيزة ريزان في هذا الشأن أتركها. لكن أيضا إحنا نواجه عراقيل كبيرة في قرار قوانين مهمة للمرأة العراقية، لا سيما قانون مناهضة العنف الأسري اللي لا نزال نقول نخوض نضال عنيف من أجل تمريره، وإحنا اليوم لحد الآن هناك عرقلة في تقديمه أمام مجلس النواب رغم تعهد ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في ضرورة تمرير القانون، لكن هناك لا تزال معرقلات من قبل القوى السياسية الإسلامية اللي تحاول الإسلاموية اللي تحاول أن تضع أمامنا عراقيل مثلا تضع اليوم أنه محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي تميز من سنة 1959 مع التعديلات بكونه واحد من القوانين المهمة في المنطقة العربية، لكن يحاولون الالتفاف على هذا القانون بوضعه بإطار طائفي ومذهبي كما جرى في لبنان. إحنا نواجه هذه التحديات في مشاركة المرأة في إجراء تغييرات في وضع المرأة الاجتماعي والقانوني والسياسي والاقتصادي، لكن للأسف الشديد لا يوجد هناك شيء ملموس في إدارة هذا في تحقيق منجزات المرأة العراقية. أقولها مع غياب الآلية الوطنية للمرأة الجامعة الموحدة اللي إحنا كنا نصر على ضرورة أن تكون هناك مجلس وطني للمرأة، رغم أن هذا المجلس أعلن عنه مع تشكيلة الحكومة الجديدة، لكن لا يزال حبر على ورق. وهذه القضية إحنا نعاني من عندها من سنوات، من إلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة في سنة 2015، ولحد الآن نشعر أن لا يوجد هناك توجه جدي وحقيقي من أجل تحقيق أجل الالتزام بتنفيذ الخطة الوطنية لقرار 1325 أو تنفيذ توصيات لجنة سيداو فيما يخص تقرير العراق حول التمييز والعنف ضد المرأة، إضافة إلى استراتيجيات عديدة ملتزمة بها الحكومة العراقية منذ سنوات، لكن لا يزال كل شيء حبر على ورق. أنا أقول إحنا نواجه ظروف عصيبة جداً وظروف في تراجع كامل بالنسبة لوضع المرأة العراقية، لكن مع ذلك
وجود المرأة في الحركة الاحتجاجية اللي ممكن تتحدث فيها عزيزتنا رؤى ممكن تعطي صورة تفاؤلية أن الشابات لديهم إرادة ومثابرة على تحويل الواقع إلى نضال تاريخي للحركة النسوية وأيضا للحركة الاحتجاجية من أجل مشاركة المرأة في عملية التغيير وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. عفواً للإطالة. شكراً أستاذتي، شكراً أستاذة الكريمة هناء على الكلمة الطيبة والكلمة الدسمة ذات قيمة كبيرة جداً، لأنك أصبتي في النقط التي كنا نحتاج إليها وفي النقط التي كنا نتمنى أن نسمعها منكم أستاذتي الكريمة، ونعتبر على أن هذه الكلمة هي بمثابة يعني الأرضية التي سوف نناقش من أجلها جميعا في هذه المنصة الإلكترونية. والآن سأعطي الكلمة للناشطة رؤى خلف حول تجربتها الميدانية في الحركة النضالية وفي موقعها الميداني، فلتتفضل مشكورة. تفضلي. شكرا لك ست العزيزة، شكرا إلى هذا الملتقى جميل اللي أعطانا هذه الفرصة اللي ممكن إحنا كنساء عراقيات عشنا تجربة وخضنا تجربة مهمة وفريدة من نوعها، ممكن هي اختلفت عن بقية الاحتجاجات اللي شهدتها العراق من 2003 لحد 2019 اللي كانت مشاركة النساء تعتمد بصورة عامة على نساء نخبويات كانوا هم اللي شاركون بالاحتجاجات هاي بصورة ما قبل 2019. في بداية تشرين 2019 شهدنا حركة احتجاجية يعني فريدة من نوعها، حركة احتجاجية طلعت بدون ما أن تكون، وإحنا دائماً يعني نعرف بالأدبيات إنه الثورات والانتفاضات دائماً تسبقها أدب فكري وثورة فكرية، وهي اللي تمهد لنضوج وخروج تظاهر الثورة من داخل البلدان. لكن اللي حدث بالعراق في 2019 كان مختلف، ثورة أقادها شباب ما عندهم تجربة سياسية، ما عندهم تجربة بالعمل الاحتجاجي، لكن اللي عندهم إنه هم بعض الأمور اللي سخطوها طلعوا بمعاناتهم من طغمة الفساد اللي عاشها العراق منذ 2003 ولغاية الآن أكيد، وسبقتها الزمن الدكتاتورية. لو نجي ناخذ احنا الجانب النسوي والنساء ومشاركتهم اللي احنا قلنا انه هي اختلفت عن مشاركة النساء للاحتجاجات من 2000 من الاحتجاجات ما بعد 2003 والى 2011 اللي هو نساء نخبويات، شفنا انه المشاركة هذه المرة للنساء بسيطات، نساء سياسيات، نساء اعلاميات، نساء مهتمات بقضايا سياسية ونساء مهتمات بقضايا مدنية وطالبات وربات بيوت ونساء يعني بسيطات. فلاحظنا انه هذه الاحتجاج انه جمع فد حركه، احنا كنا دائما كنسويات وناشطات سياسيات نفكر انه شو وقت يكون دور للمراه في اتخاذ القرار بشؤون البلد، شو وقت يكون المراه تعرف انه هي جزء مهم واساسي للمشاركه في حركه احتجاجيه، لانه غير كافي انه يكون الاحتجاج هي لنساء نخبويات، دائما الحيف يقع على النساء اللي هم اكثر بساطه من بعض الامور، من النساء اللي هم متفهمات بالحقوق وبقوانين وبامور تدعمهم. فبالتالي كنا احنا نشوف نحتاج دائما بالساحات نحتاج لنساء بسيطات، نساء تبدي تعرف دورها بالحركه الاحتجاجيه، تعرف دورها بانه هي تقدر أن تكون مؤثرة على أصحاب القرار. فشفنا النساء اللي موجودات هما نساء ممكن أخذت أدوار مختلفة، أخذت دور المسعفة، أخذت دور الداعمة اللوجستية، أخذت دور النساء اللي تطهو وتقدم طعام، وأخذت دور النساء اللي تهتف والهتافات اللي كسرت قيد
المقولة الشهيرة صوت المرأة عورة، يعني احنا شفنا نساء بسوح الاحتجاج تهتف، شفنا نساء بسوح الاحتجاج تقود مسيرات طويلة وضم شباب وضم شابات وضم نساء ورجال، شفنا الروح القيادية اللي كنا دائما نحلم انه ترجع هذه عند النساء، انه شوف انه عندها فد الشخصية القيادية. لكن كل خلال هذه بصراحة خلال هذه السنة أخذت المرأة نصيب مضاعف من التعنيف، أخذت نصيب مضاعف من القمع للاحتجاجات، واللي يعني إحنا كمتظاهرين نعلل السبب لأن وجود النساء كان بالاحتجاجات كان تارك الطابع السلمي للتظاهرات. يعني إحنا مجرد إنه تدخلين لسوح الاحتجاج ونشوف نساء موجودة شابات موجودات أنطى الطابع السلمي، وهذا يعني ممكن أزعج الكثير من الطغمة الفاسدة، أزعج الكثير من الأحزاب المتنفذة في السلطة. فأول الحلقة الأضعف كانت بالاحتجاجات اللي ممكن تحارب بصورة مباشرة هي النساء. واجهنا نوع من الترهيب، عدا الضرب المباشر اللي كان موجود بطريقة الرصاص الحي أو بطريقة إطلاق الغاز القنابل الغاز بصورة مباشرة، لكن أيضا واجهنا ما بعد الأسوار الاحتجاجات. يعني واجهنا الترهيب، واجهنا التهديدات، واجهنا النساء الخطف، وواجهنا الاغتيالات، والآخرها هي التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة من الشابات اللي انعرفت وجوههم بالتحرير واللي انعرفوا بإمكانياتهم بتحريك المسيرات والاحتجاجات داخل السوح، يعني شهدوا حملة من التشهير. وآخرهم كما ذكرت ست العزيزة ست هناء إدوارد دكتورة ريهام اللي انخطفت في وضح النهار أمام منزلها من جهات يعني غير معروفة إلى الآن لم يتم الكشف عنها. فبالتالي هي كانت أكو هذه الأمور هذه حتى تصير رادع للنساء، ممكن حتى تنعزل وتفصل من نشاطها وممارستها للعمل السياسي وحتى الاحتجاجي. فعلا هذه من الأمور اللي هي ممكن تكون يعني مخاوف اللي تتراود بفكرنا بعد ما شفنا تواجد النساء وإصرارهن على ممارسة الاحتجاجات والمطاولة لغاية الآن. لكن أكيد إحنا نأمل إنه هي النساء تعبر مرحلة وجودها فقط في سوح الاحتجاج، لكن إحنا نأمل إنه نشوف النساء في مواقع صنع القرار. ممكن هذه الأمور التسقيطات اللي دا تصير هي تضعف من شأنها إنه تضعف إرادة ورغبة النساء في المشاركة. ممكن تبقى يعني هذا من المخاوف الأساسية اللي ممكن تتراودنا إنه ونفكر إنه شون ممكن نتجاوزها. هسه واقعياً إحنا عندنا كثير من الشابات وكثير من النساء هن غير مهتمات لما يتعرضوا من يعني تهديدات، غير مهتمات لما تعرضوا للتشهير في التواصل الاجتماعي. لكن يبقى إنه هاجسنا وخوفنا إنه إحنا شلون نحافظ على هاي الحركة النسوية اللي بصراحة تستحق الدراسة، تستحق المتابعة، لأنه هو موضوع تستحق أيضا التوثيق، موضوع بالظروف الموضوعية الموجودة للبلد. مشاركة النساء بهذه الفعالية وبهذه الإصرار يحتاج إلى الالتفات ودراسة إنه الأسباب وكيف إنه تغيرت هذه الشخصية من النساء اللي وكسر هذه الصورة النمطية من النساء المتعودات بأنه تكون إما ربة منزل أو سيدة تعمل في مكان ما ومختصر هذه لسلسلة حياتها إلى مرأة تحاول أن تدخل المعترك السياسي والمعترك الاحتجاجي رغم كل الضغوطات اللي تحاولت أن تأثر
على تواجدها. شكرا للأستاذة الكريمة رؤى خلف على هذه الكلمة الطيبة وعلى مداخلتك القيمة حول التجربة الميدانية في الحركة النضالية بالنسبة للمرأة العراقية. الآن سنتعرج حول النقط التي سبق أن عرضتها في الأجندة. النقط الثلاث فقد وضعتها على مجرد أسئلة للضيفتين الكريمتين هنا الأستاذة هنا والأستاذة ريزان. ستكون عبارة عن أربعة أسئلة للجواب عنها من طرف الأستاذتين الكريمتين. يختارنا الجواب بينهما. سأطرح السؤال أول، هما أربعة أسئلة، وبالتالي في كل سؤال سوف نناقش هذا السؤال وستجيب إحداهما باختيارهما. سؤال الأول: كيف يتم استهداف الناشطات والسياسيات والمدافعات عن الحقوق، وما هي آليات حمايتهن في المجال السياسي والعام؟ تتفضل إحداكن الأستاذة الكريمات، الأستاذة هناء والأستاذة ريزان، فيما بينكم اختاروا من تجيب. سيد هناء، في قضية الاستهداف بلا شك، يعني الاستهداف يتم من خلال وجود العديد من أزلام أو من يعني المتصيدين والقتلة في داخل التظاهرات، يحاولون يعني يصورون النساء، يحاولون يجمعون معلومات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي أيضا، وبلا شك أيضا يحاولون من خلال نسميها متابعة للناشطات، وهذا ما حدث يعني مع عدد من الناشطات أثناء التظاهرات. جرى تصويرهن، جرى الاعتداء عليهم في داخل التظاهرات، وجرى أيضا متابعتهن وملاحقتهن بعد خروجهم من التظاهرات ومن خلال توجههم للبيت. وهذه مسائل يعني رهام كانت معروفة في قيادة التظاهرات. أيضا زهراء كانت مسعفة أثناء التظاهرات في بغداد، وجنان أيضا في البصرة كانت ناشطة، سارة كانت ناشطة في تظاهرات 2018، وفي بداية التظاهرات 12 قتلت، اغتيلت سارة طالب وهي حامل بطفل، وأيضا أخريات محاولة اغتيال، هم معروفات كناشطات في الحركة في المنظمات. وهذه مسألة الحقيقة تثير عندنا الكثير من القلق على حياة هؤلاء، وما تعرضت إلى أيضا رؤى في هذا الشأن أيضا وأخريات من الشابات. لكن الحماية من الصعب جدا إيجاد حماية واسعة، ولهذا نحاول قدر الإمكان بالتوجه للمنظمات الدولية بمساعدة في إيجاد حماية مؤقتة من خلال إيجاد مكانات آمنة لهم في مغادرة منازلهم، مغادرة المدن، وهذا ما حدث للعديد من هؤلاء. وللأسف هذه قضايا وقتية لا يمكن أن تكون دائمية. إحنا ناشد الحكومة ونحمل الحكومة مسؤولية في ضرورة إيجاد الحماية للناشطين والناشطات أيضاً بشكل خاص، لأن هذه مسؤوليتهم والتزامهم بالقانون وللدستور العراقي في هذا الشأن. أود أن أشير إلى ربما رؤى نسيت تذكر أن كانت هناك تظاهرة تاريخية نسوية في 13 شباط فبراير 2020، تظاهرة عفوية يعني نظمت على عجل، لكن حقيقة أقولها كانت مبهرة باهرة. الآلاف من النسوة العراقيات في وسط وجنوب العراق في 9 محافظات أو 10 محافظات نزلنا إلى الشوارع، حتى في المدن أغلبها مدن محافظة، مدن تتحكم بها تقاليد عشائرية وتتحكم بها أيضا نفوذ ديني، لكنهن رفعن شعار بناتك يا وطن، وهذه كان أبلغ دلالة أن المرأة هي مشاركة حقيقية في عملية التغيير وفي عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي. هذه قضية أيضا ممكن نقول
دور شبكة النساء العراقيات في التعبئة، في التعبئة من أجل دعم الدعم ثورة تشرين، وهذا جرى أيضا بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني بتشكيل المبادرة الوطنية لدعم انتفاضة تشرين، واللي تركز على ضرورة دعم المطالب العادلة للمتظاهرين ولا سيما أيضا الشابات، والعمل على تطوير هذا الدعم من خلال دعم معنوي وأيضا حملة مناصرة، وكذلك في دعم لوجستي ودعم أيضا بشكل من الأشكال للمتظاهرين والمتظاهرات. هذا بشكل موجز جدا. شكرا، شكرا كثير للأستاذة هناء على هذه المدخلة القيمة وعلى جوابكم حول السؤال الأول المتعلق بالاستهداف والحماية. والآن ننتقل إلى السؤال الثاني، وهذا السؤال الثاني أظن من باب نقطتين مهمتين سوف يوجه للأستاذة ريزان، بسبب الأول هو أنه ينسجم مع موقعها ك يعني يتعلق بالانتخابات في البرلمان، ثم النقطة الثانية من أجل العدل. إذا النقطتين سوف يوجه هذا السؤال إلى الأستاذة ريزان. كيف تتصورين الانتخابات القادمة والتعقيدات المحتملة وكيفية مواجهتها وحلولها قبل حدوثها، وما هي الآليات التي ترينها ضرورية وقانونية لتهيئ أجواء آمنة لخوض الانتخابات دون عنف أو تصفيات؟ إذا تحبي أعيد سؤال أعيده. لا يعني أنا أجاوبك يعني بكل السؤال. حاضر. لكم مساءكم بالخير، أشكركم على هذه الدعوة وعلى هذه الويبينار. أريد أوضح شيء قبل يعني أجاوبك. إحنا طبعاً كل العراقيين هسه عرفت من 2018 صارت تزوير بالانتخابات، يعني من هذا الوقت ناس داخل العراق ما عنده ثقة بهاي السياسيين كموجودة. وهم من 2003 لحد 2018 هاي الأحزاب كموجودة على الساحة السياسية هم موجودين بكل سيئاتهم، هم ما سووا شيء حتى للشباب حتى للعراق. يعني عراق في بعض الأحيان إحنا كلنا ضد النظام السابق، أما هذه الأحزاب السياسية ما سوى شيء حتى إحنا نقول نرح، يعني نقول فعلاً هاي الأحزاب يساعد بلدنا وعدهم انتماء لهذا البلد. وعلى أنا أحكي على السياسة بصورة على الأمور القانونية والسياسية بصورة عامة. بعد كنا نعرف يعني تظاهرات بها دور كبير داخل العراق، وشباب وشابات شكت عندهم دور بتظاهرات التشرين، كلنا نعرف هم عندهم دور حتى لخوف من السياسيين داخل الدولة وحتى تغيير نظام داخل الدولة. بها كل شيء متغير، يعني هاي السنة بها تغييرات كبيرة داخل العراق، وإحنا نتمنى هذه التغييرات يصير نحو الأحسن لأنه هذا مطالبة الشعب. أول شيء يعني مطالبات التظاهرات، كلنا نعرف يعني إحنا محتاجين إلى انتخابات مبكرة، لأنه هذه الانتخابات بها تزوير محتاجين إلى انتخابات مبكرة، محتاجين إلى قانون. شرعنا قانون وهذه القانون صوتنا عليه، بس باقي مال الدوائر، دوائر المتعددة. تقريبا قبل يوم احنا صوتنا على دوائر متعددة بكوتا نسائية، يعني كل محافظة شقد عنده مقعد نساء كوتا نسائية، لأنه كانت عندنا مشكلة بالكوتا النسائية، شلون إذا كان دوائر متعددة شنو ضمان لكوتا النسائية. هسه كل المحافظات دوائرها بقت هذا كوتا نسائية، هذا الشيء. وبعد أشكال آخر موجودة داخل هذه الدوائر شلون يشتغلون هذه الأمور باقي. أما بصورة عامة هسه أكو ضمان لكوتا نسائية بكل محافظة، يعني كوتا نسائية ضامنة، هذا أول شيء.
يعني هذا هم من ضمن طلبات نساء داخل دولتنا، هم يريدون عندهم ضمان لكوتا نسائية. وشيء آخر، إحنا فعلاً إذا كان نريد شاب نشطاء المدني نساء داخل بلدنا، ترشيح أو انتخاب شنو ضمانهم؟ كلنا نعرف يعني ظروف اقتصادية بها دور كبير، ظروف اجتماعية وظروف سياسية وقانونية. شنو الضمان قانونية؟ إذا كان امرأة تريد ترشيح أو تريد انتخاب بالبيت، لازم عنده قوة كاملة داخل بيته، ماكو أحد يجبر على شيء. لهذا إحنا محتاجين أول شيء تشريع قانون عنف الأسري، تشريع هذا القانون، قانون حماية من العنف الأسري، حتى مرأة بهذا الوقت عنده قوة قانونية حتى يرشح أو ترشح شخص. هذا الشيء لحد الآن إحنا ما شرعنا هذا القانون. وحتى عندنا هم ست هناء هم قال إحنا عندنا خطة وطنية 13-25 من 2018 حتى 2022، إحنا محتاجين هذه الخطة. هذه الخطة لحد الآن هاي سنتين راح حكومة ما وافقت على هذه الخطة، وهذا خلل آخر. مجموعة خلل أخرى حسب القانون عندنا، إذا كان أي شخص، طبعا ترشيح فردي، أي شخص تريد ترشح نفسها لازم عنده 500 توقيع. امرأة عراقية بهذا الظروف الصعبة تقدر تحصل على 500 توقيع؟ يعني هذا إذا كان مو ويا حزب سياسي. يعني إحنا كلنا نريد نشطاء المدنيين ما يريدون ويا أحزاب سياسية، يريدون بأنفسهم. من المنظمات المجتمع المدني عندنا هواية امرأة عندهم إمكانية أكثر من هذه المرأة كموجودة داخل الأحزاب السياسية، بس شلون هي تقدر تحصل على التوقيع؟ وبعد انتخابات محتاجة إلى اقتصاد كلش قوي، ومحتاجة إلى علاقات قوية. شلون المرأة العراقية بكل هاي الظروف الصعبة تقدر تحصل على هذه الضمانات؟ هاي الضمانات داخل دولتنا خاصة للنساء كلش قليل. وهذه الظروف إحنا كنحكي كلها بها التأثير. وبعدها إحنا قلنا إحنا محتاجين داخل هاي الدولة كدولة عراقية أكو مكان حكومي، مكان للمرأة العراقية بها. إحنا نحكي على مثلاً وزارة المرأة ما موجودة بالعراق، شنو عدنا؟ ما عدنا لحد الآن مجلس الوطني أو مجلس الأعلى للمرأة. حتى إذا كان المرأة العراقية نشطاء المدينين عدهم مشاكل يروحون إلى هذا المكان حتى يسوي حل. ما عدنا مكان تنفيذي داخل العراق للمرأة حتى فعلاً يثبت وجودها. يعني كل هاي الأمور الصعبة كموجودة داخل بلدنا يتأثر على وضع المرأة. وبعد شيء آخر، إحنا فعلاً نريد نمنع التزوير للانتخابات القادمة، خاصة بـ 2018 هذا مشاكل لأنه صار التزوير. شلون نمنع التزوير؟ إحنا محتاجين إلى بطاقة بيومترية، محتاجين إلى بطاقة وطنية. أتوقع لحد الآن نصف العراقيين ما عندهم ولا بطاقة وطنية ولا بطاقة بيومترية. شلون ضمان أصواتهم؟ بأي شيء هم يصوتون؟ نازحين لحد الآن ما رجعوا إلى أماكنهم. لهذا كلها هاي المشاكل موجودة. إحنا فعلا نريد 6/6/21 يصير انتخابات مبكرة، بس انتخابات مبكرة لازم نزيها، لازم انتخابات. إحنا نريد نغير هذه الوجوه كموجودة، هذه الأحزاب الفاسدة كموجودين هسه. إحنا نريد بس بهذه الطريقة فعلا شعب تقدر تريد، يعني شعب يقدر يعني يغير هذه الأمور. أنا أقول مع الأسف ماكو ضمانات لهذه اللحظة. وحتى إحنا نحكي على مفوضية الانتخابات، توقع داخل مفوضية الانتخابات لحد الآن هم ما مهيئين، هم كلهم جدد. يعني إحنا نريد نمنع التزوير، إذا كان هم ما عندهم خبرة كاملة شلون يعرفون تزوير وين يسوي؟
تحتاج إلى دورات، تحتاج إلى يعني لحد الآن إحنا ما سمعنا حتى هما يعني شافوا دورة مختصة بالانتخابات، وهم أكيد قضاة نزيهين، بس إحنا مو بس محتاجين إلى أشخاص نزيهين، إحنا محتاجين إلى أشخاص بها كفاءة وبها عندها معلومات تكنيكية بالانتخابات، وهذا هم مشكلة آخر داخل العراق، هم يعني ماكو ضمان لانتخابات نزيهة. ولحد هسه السلاح مو بيد الدولة، سلاح منفلت. أنا امرأة أريد أرشح نفسي، أكو ميليشيات موجودة يهددوني، شلون منو يضمن حقي؟ ماكو ضمان. ما دام ميليشيات موجودة وحكومة لحد هذه اللحظة ما قدرت يسيطر على هذه الميليشيات، خلاص يعني حياتي قبل حياة رجل، حياتي أنا بالخطر، لأنه أي شيء يعني أنا أريد أشتغل، أنا أريد أدافع عن نفسي، أنا امرأة وما عندي حزب، فعلا أنا ناشطة مدنية، منو يدافع عني؟ ويعني كل هاي الأمور أنا ليش أحكي؟ لأنه الإمرأة عراقية ما عندها ضمان، ما عندها قوة من وراها، فقط هي وآراءها وقوتها، وهذه بالانتخابات وبالترشيح بها مشاكل هواية. وشيء آخر، اقتصاد كل دور كبير، يعني إحنا هسه نشوف حتى إحنا نائبات موجود داخل مجلس النواب، عندنا فرق هواية ويا النواب. نواب دائما لحد من هسه هم يشتغلون بكل مكان حتى الساعة 3 بالليل، كلهم عندهم دور اجتماعات. إحنا لا، إحنا من ساعة 9-11 إحنا بالبيت، ما نقدر نشتغل مثلهم. هم ظروف اجتماعية صعبة لدينا، وهم ظروف اقتصادية هم صعبة لدينا، لدينا كل حتى مقارنة بالنواب، هم عندهم بزنس، عندهم شغل آخر، مو بس نائب بالمجلس النواب. احنا بالعكس بالنزاهة نشتغل، يعني كل شيء احنا نريد فعلا نخدم المجتمع. هذا فرق كبير بين الرجل والنساء، وهم اذا كان نقارن بالترشيح الفردي بين الرجل والامرأة، هم هذه المشاكل موجودة. وشيء آخر، احنا لازم عندنا ضمان لانتخابات. لحد الآن احنا داخل أي وقت ينتهي انتخابات لازم تصديق نتيجة الانتخابات من محكمة الاتحادية. محكمة الاتحادية عنده مشاكل، خلل بداخل المحكمة الاتحادية. هسه حاليا اليوم عضوتين خلوا مكانها بدون لحد الآن أي قانون، لو تعديل لقانون المحكمة الاتحادية، لو قانون جديد إحنا حتى نصوت على هذه المحكمة. هذه هم بسبب أحزاب السياسية، أي حزب سياسي مع احترامي، لأنه لازم محكمة الاتحادية محكمة مستقلة ومحكمة ما يعني أي، لأنه قرارات ملزمة وقرارات قرارات عليا داخل البلد لازم مستقلة جدا. أما أحزاب السياسية هم يريدون هذه الأعضاء داخل المحكمة الاتحادية هم يختارون، وهذا هم صعب. شعب طلبات الشعب، طلبات المتظاهرين يريدون كل هذه المناصب كموجودة داخل الدولة، لازم أشخاص مو حزبيين، أشخاص مستقلين، أشخاص فعلا مهتمين لهذه الأماكن. فعلا احنا بعد من هاي تقريبا 5 أشهر عندنا حكومة جديدة، رئيس الحكومة شكليا ويا طلبات المتظاهرين ويا نشطاء المدنيين على أساس اهتمام كبير للمرأة على أساس، بس لحد الآن إحنا كامرأة ما شفنا أي شيء جدي، لأنه حتى تغييرات بالأماكن كموجودة مثلا بهيئات بالمديريات كلهم رجال، يعني ما شفنا نساء. يعني إذا كان يتغير حتى نساء تغيرت، رجل راحت إلى مكانه، وحتى مستشارة المرأة لدى الرئيس من القبل إحنا كنساء ما قبلنا هذا المستشار، لحد الآن باقي هذا المستشار. يعني مجموعة إذا كان فعلا إحنا
عندنا أمل بهذا رئيس الوزراء الجديد يشتغل بجد للمرأة العراقية والنشطاء المدنيين وضمان حقوق الإنسان. لحد الآن على أرض الواقع ما شفنا شيء. أغلب الأحيان يعني زياراته كبصورة إعلامية بها دور كشخص بسيط يتعامل ببساطة، بس بالآخر إحنا ما نريد يعني هذه التعامل، إحنا نريد أشياء قانونية، ضمان قانوني لبلدنا. كل يوم عندنا انطلاق صواريخ إلى منطقة الخضراء وإلى المطار وإلى هذه الأماكن. يعني ما دام ميليشيات موجودة داخل دولة، ما دام دولة ما يقدر يسيطر على هذه الميليشيات، وهذه الميليشيات أكيد ظل أحزاب السياسية كموجودة على الساحة، لأنه ميليشيات السياسية مو برا البلد. يمكن إحنا عرفنا عندنا مشاكل ويا دول، يعني دول الجوار دخل بصورة جدية داخل بلدنا. أما إذا كان عندنا دولة وعند قوة لازم يسيطر على هذه الأمور، وخطف النساء موجودة، وخطف النشطاء المدني موجودة، وتشهير موجود، كل هاي الأمور موجودة خاصة بصورة عامة على الشعب على الناس، وبصورة خاصة على النساء. إحنا إذا فعلا نريد، شفنا بثورة التشرين شقد دور المرأة قوية، والله العظيم دور المرأة دورة كلش قوي داخل العراق بكل هاي. إحنا نعرف شقد أحزاب معقدة، مع كل احترامي مو قصدي كإسلامي كإسلام، أحزاب إسلاميين متطرفة موجودة داخل بلدنا يشوهون شكل المرأة العراقية. يعني كلها، أما المرأة العراقية قوية وباقية حتى الآن هم باقين. إحنا داخل مجلس النواب عندنا قوة حتى نشرع هذه القوانين بوجودهم، لأنهم هم فعلا مدافعات القويات، يقوي أنفسنا داخل مجلس النواب. أما بكل هاي القوة إحنا محتاجين إلى ثمرة هذه الجهد. مع الأسف ثمرتنا ثمرة كلش قليلة. سيد هناء هم قال أردنا داخل الحكومة العراقية الجديدة، أردنا بها دور كبير للنساء، فقط عندنا وزيرتين. يعني ما متغير أي شيء، يعني كل هاي النشطاء المدني طلبوا لازم بها أقل شيء 25% بها وجود المرأة داخل السلطة التنفيذية، حتى على السلطة القضائية. السلطة القضائية إذا كان إحنا نحكي على مجلس القضاء، مجلس القضاء الأعلى ما ولا مرأة موجود بمجلس القضاء الأعلى، بالمحكمة الفيدرالية ولا مرأة موجودة بالمحكمة الفيدرالية، رئاسات الثلاث ولا مرأة موجودة برئاسات الثلاث. يعني كل هاي الجهد للمرأة العراقية، إذا كان إحنا نحكي على مكان التنفيذي، مكان الأساسي التشريعي، مكان القضائي، إحنا دورنا الدور غايب. يعني بالطبقة الثانوية إحنا موجودين، أما كدور أساسي، كوجوه أساسي للمرأة العراقية، مع الأسف بسبب هذه الوجوه كموجودة وهذه الأحزاب السياسية دورنا غايب. أما إذا كان أقول فعلا عندنا ضمان سياسي واقتصادي واجتماعي حتى نقدر نرشح أنفسنا بقوة إلى انتخابات، أقول مع الأسف إذا كان مو أسوأ من 2018 مو أحسن، لأنه ب 2018 شفنا مجموعة من الإمرأة رشحت نفسها، شفنا شو صار بيهم، حتى أفلام خلاعية، أشياء سيئة، تشهير، كل شيء بهذه النساء بدون حقيقة. إحنا بإقليم كردستان صارت نفس الشيء، بإقليم كردستان يعني على أساس إحنا من 21 عندنا إقليم مستقل، وعندنا هيئة العليا للمرأة، وقانون مناهضة العنف الأسري، ومديريات، وكل هاي الأمور إحنا نحكي عليها، هاي الضمانات موجودة للمرأة العراقية. بل بالآخر بعرف المجتمعي لحد الآن شكل المرأة شكل ثانوي،
هسه رئيسة البرلمان بإقليم كردستان امرأة. كل هاي الوفود رئيس الوزراء راح إلى إقليم كردستان ما شاف رئيسة البرلمان. السفراء يروحون إلى إقليم كردستان ولا واحدة ما تقابل رئيسة البرلمان. يعني هذا يعني أقول ليش؟ يعني لأنه امرأة. شوف بغداد بحكومة الفيدرالية أي شخص يجي لازم مباشرة أول شخص يزور رئيس البرلمان العراقي، لأنه هي امرأة مهمشة، لأنه هو رجال لازم أول شخص. يعني أنا ما أريد كلش متشائمة لأنه ثمرت كل هاي الجهد للمرأة العراقية حرمات يمشي بهذه الطريقة. إحنا جهدنا نجتهد ونسوي كل شيء حتى نقدر نوصل إلى ما أقول إلى حد أعلى، حتى إلى حد وسط، حتى عندنا ضمان ما بوقت الانتخابات جسمياً إحنا ما نسوي شيء بينا. يعني المهم ما يشوه أنفسنا، يعني جماعة الأحزاب السياسية، المهم باحترام يحترمون النساء المرشحين كوياهم، مو إذا كان يعرفون إذا كان أي نساء أي امرأة قوية مباشرة يسوون هاي التشهير وهاي يعني شلون أقول بالتواصل الاجتماعي يسوون أشياء ضده. وإحنا كلنا نعرف إذا كان أي شيء سيء، مثلاً أنا ريزان شيخ كلير، إذا كان صارت شيء على فيسبوك أو على إنستغرام بالسيء والله العظيم يمكن مليون شخص يدزلي. أما إذا كان أسوي أي شيء آخر، اجتماعات، زيارات، ماكو أحد يقول عاش بإيدك. بس إذا كان يسوون شيء سيء ضدي خلاص انتشر بك وناسهم بس يشوفون هاي السيئات. ليش؟ لأنه مجتمعنا، هذه الأحزاب السياسية، هذه الكيانات ربوا مجتمع بهذه الطريقة حتى يسيئون النساء. مع الأسف أنا أقول حتى بوقت التظاهرات شفنا، يعني هم سووا فيديوهات على النساء أساساً ما بها وجود، ما بها وجود. وهم أحزاب إسلامية سوا هذه الفيديوهات معلومة لدينا ليش يسوون هيجي، حتى يشوهون المرأة الناشطة، المرأة المدنية، المرأة فعلا، مو شرط المرأة المدنية ومرأة الناشطة، مرأة بالبيت ما عندها مي، ما عندها كهرباء، ما عندها أي حرية، عندها حق تحكي، عندها حق تطلع من البيت براحة، تعيش ببيتها براحة، لأنه ما عندك قانون حتى تحمي هذه المرأة، حتى تحمي طفلها وياها. يعني هذا إن شاء الله وصلت الجواب إليك. شكراً كثير أستاذة ريزان، ودائماً يبقى الأمل، دائماً نحن في الأمل. وتحية للمرأة العراقية لأنها ناضلت وتناضل وسوف تناضل ولن تقطع النضال إن شاء الله. بالحرقة التي سمعتها منك والله كثير جدا فرحت، لأن عندك حرقة على المرأة العربية عامة وعلى المرأة العراقية خاصة، وإحنا نناضل كذلك من أجل المرأة العربية في إطار طبعا في إطار الملتقى النساء العربيات، يعني بكل الدول العربية. والآن نحن بصد نقاش الوضع في العراق للمرأة العراقية. السؤال الثالث يتعلق ب كيف تتوقعين، أظن هذا للأستاذة هناء، يعني مكيف حول يعني موقعها، كيف تتوقعين أستاذتي عمل لجان التحقيق، وما هي المعايير التي تعتمدونها للتأكد من نزاهتهم، وكيف يمكن إشراك المجتمع المدني في عملية المراقبة وإعطاء القيمة القانونية للمحاضر المنجزة من طرفهم. الأستاذة هناء إذا تحبي أعيد سؤال أعيده. أستاذة
أستاذة هناء بس شيل الميوت لأنه صوتك مش طالع. العفو العفو. الحكومة السابقة قبل هذه الحكومة بعد انطلاق ثورة أكتوبر 2019 تحت الضغط شكلت لجنة تحقيقية. اللجنة التحقيقية من وزير برئاسة وزير وأيضاً بمختلف الجهات الرسمية، لكنها استثنت الجهات غير الرسمية كمنظمات مجتمع مدني أو كناشطين إلى آخره. حقيقة أنجزت اللجنة هذه تقريرها في قبل نهاية السنة الماضية، لكن لم ينشر هذا التقرير ولم يقدم للمناقشة في شكل واسع، ولا توجد أي شفافية حول هذا الموضوع. لكن ما جرى تسريبه من تقرير حقيقة يؤلم جدا، لأن التقرير بمغالطات عديدة، أن توجيه الاتهامات للرتب الصغيرة أنهم فتحوا النار على المتظاهرين وأنهم مسؤولين عن عملية القتل بدون الإقرار بحقيقة أن وتسجيلات موجودة، تسجيلات فيديوية وصوتية بأمر من الجهات العليا بتوجيه النار على المتظاهرين، سواء من رؤساء القيادات العمليات المشترك، مدراء القيادات العمليات المشتركة، سواء في البصرة، في ذي قار، وفي أيضا في بغداد. وأيضا هذه المسألة محاولة تبرئة هؤلاء. الشيء اللي أيضا كان موجود في التقرير يشير إلى حالة إلى الإرباك، إلى حالة الإرباك والفوضى التي عمت في التظاهرات، ويشير إلى مسؤولية القوى الأمنية في تجاوز مسؤولياتها، يضع اللوم على القوى الأمنية البسيطة في تجاوز مسؤولياتها وفي أيضا الانتهاكات التي جرت في الاعتداء على المتظاهرين. الأنكى من ذلك حينما تقرر اللجنة بضرورة إعفاء بعض أسماء الكبيرة من المسؤولين، فقط يقرر إعفاءهم من مناصبهم، لكن ماذا عن مساءلتهم؟ ولماذا هذا الإعفاء؟ لا توجد مسؤولية مشاركة في هذه الجرائم؟ يعني تبرئة هؤلاء بهذا الشكل كانت مسألة فضيحة كبيرة للسلطة الحاكمة. الحكومة الحالية أيضا ذكرت أنها بسبيل شكلت لجنة تحقيق. للأسف الشديد لجنة التحقيق لحد الآن لم يعلن أي شيء عن نتائج. الشيء اللي أعلن وبشكل أنا أقوله كانت هزلية حينما ذكر أن وضعنا خيوط، وصلنا إلى خيوط فيما يتعلق بقتلة الشهيد هشام الهاشمي. هذه رغم محاولة رئيس الحكومة بالتأكيد أكثر من مرة أنهم بسبيل إعلان عن القتلة والمجرمين، لكن لحد الآن لم ينفذ أي شيء من ذلك، وهذه نعتبرها تسويف حقيقي في قضية فضح عمليات القتل وعمليات الترويع وعمليات القنص وعمليات الممنهجة، وليس عفوية، كانت ممنهجة ومتجهة إلى ناس، وحسب التقارير التي أيضا الحكومة وتقرير اللجنة نفسها، لجنة التحقيق الأولية تقول أن الإصابات 70% من الإصابات كانت تتجه إلى الرأس والصدر، يعني هناك مقصود، الرمي كان مقصود وكان مستهدف بشكل واضح، هو توجيه القتل للمتظاهرين وللناشطين. الشيء الآخر اللي أيضا لمسناه في هذا الظرف بالنسبة إلى التحقيقات، أن استبعاد المتظاهرين من أي شفافية في الوصول إلى المعلومة. لا توجد معلومات، لا توجد أي كشف عن الوقائع، وحتى الآن مثلا هناك عندنا مختطف، ناشط مختطف في محافظة جنوبية في ذي قار، سجاد، اللي هو صار أكثر من أسبوعين أو 3 أسابيع تقريبا مختطف، رغم كل الجهود التي بذلت، ولكن لحد الآن لا يوجد أي حديث. يقال سنحاول ونعمل وأرسلت قوات كبيرة إلى المحافظة، ولكن لا يوجد أي شيء من ماذا حصل من نتائج. وحتى المجتمع المدني أرسلنا وفد
وفد من المنظمات شاركت بالشبكة أيضا في الذهاب إلى المحافظة والالتقاء بالمحافظ والالتقاء بمسؤولين وبالعشائر وبالمتظاهرين، ولكن النتيجة لم نصل إلى نتيجة لحد الآن. إحنا نقول أن التسويف إذا استمر بهذا الشكل، لا سيما نحن مقبلون على يوم 25 أكتوبر، 25 أكتوبر ستكون انطلاق يعني تجديد للتظاهرات، اللي التظاهرة الكبيرة اللي انطلقت في 25 أكتوبر 2019، والتحضير لهذه التظاهرات الكبيرة ربما ستكون بها أيضا خشيتنا ألا تواجه بالترويع أو بالتخويف أو بمحاولة حفظ هذه التظاهرات بشكل مروع، لأن لا تزال هناك أعداد غير قليلة من المتنفذين في السلطة الأمنية هم ليس يعني في عداوة أو في عدم شعور بالارتياح باستمرار هذه التظاهرات، وبالتالي محاولة الأحزاب المتنفذة والميليشيات لإنهاء التظاهرات بالقوة ومحاولة أيضا الترويع لا سيما في هذه الظروف الحرجة اللي هي في التحضير للانتخابات يخشون من فقدان شعبيتهم ومن فقدان حصولهم على يعني نفوذ في الانتخابات المقبلة. لكن احنا مثل ما ذكرت العزيزة ريزان أننا نخشى أن الانتخابات أيضا لن تحقق طموحنا في التغيير، لن تحقق إذا استمر الوضع على هذه الوتيرة من عدم الاستجابة للمطالب الشعبية في فضح القتلة وأيضا في حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية وفي ضبط وضع الميليشيات. إذا يعني أنا أقول لحد الآن مثل محدد أن حسب الدستور العراقي، دستور أعلى قانون في الدولة يقول في عدم تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار الأجهزة الأمنية، لكن اليوم نجد أن الميليشيات تحولت إلى أحزاب سياسية ووجود أجنحة عسكرية رسمية لها، هذا كيف ممكن يتحقق وحتى انتماءاتها خارج ولاء العراق؟ هذه قضية خطرة جدا وتحدي كبير لأمن واستقرار بلدنا ولاستمرار عملية سياسية تلبي طموحات شعبنا. هذا باختصار أقدر أقوله اليوم. إذا ممكن إضافة شيء. تفضلي حبيبتي. طبعا إذا كان بأي دولة ما عنده اعتقاد بمحاكمة بقاضي بإدعاء العام يروح يدور الشكل لجان تحقيقية، ما دام هذه الجريمة صارت بالبلد جريمة القتل وجريمة إرهاب أو أي جريمة، إحنا عندنا كل المحاكم وكل القوانين موجودة داخل بلدنا، ليش بصورة قانونية هذا التحقيق داخل المحاكم؟ وكلنا نعرف يعني التحقيق خاصة داخل العراق سري، مو لعامة الشعب، يعني سري، تحقيق سري. ما دام تحقيق سري لازم دولة عندها هلقة قوة وقناعة بهذه السلطة القضائية داخل البلد مباشرة هذه الملفات يمل محاكم الاعتيادية ويهتم بها. هذه تشكيل اللجان أو تشكيل لجنة التحقيق منو موجود بها؟ فعلا قاضي موجود؟ محقق عدلي موجود؟ ادعاء العام بها دور؟ منو يجتمع الأدلة؟ أحزاب السياسية ما عندهم تأثيرات على هذه اللجان؟ بالعكس، لهذا ماكو نتيجة. نتيجة سقوط المصل، احنا خلال 4 سنوات الماضية بالبرلمان سقوط المصل، هذا الوقت كداعش سقط المصل بهذا الوقت، سوى 4 لجان تحقيقية من قبل الحكومة، من قبل الرئاسة الجمهورية، من قبل البرلمان، لحد هسة نتيجة هذا التحقيق وين؟ منو متهم؟ منو سوى هاي الجريمة كبيرة؟ منو ساعد داعش حتى دخل إلى العراق؟ ما معلومة لدينا، يعني ما عنده أي نتيجة. لهذا هذه الدولة ما يعتمد على قضاء، لأنه قضاءنا مو مستقل. فعلا إذا كان قضاءنا مستقل
لازم أي جريمة، أي جريمة داخل هذه الدولة يدخل يعني يوصل إلى القضاء، قضاء يحقق بها. شكرا. فقط أود أن أشير إلى نقطة مهمة نسيتها، أن كثير من الجرائم أو الاغتيالات اللي حدثت ومنها اغتيال ريهام يعقوب، الشهيدة ريهام يعقوب، كانت مصورة ضمن كاميرات الشارع وكاميرات اللي موجودة في المنطقة، وكانت الهجوم اللي حدث على اغتيال مثل هذه الاغتيالات يعني موثقة وواضح، أحياناً تصل إلى يعني الأشخاص أيضاً مشخصين بهذا الشكل. لماذا لا يعلن ولماذا لا يجري أنه التزام هذه التوثيق؟ واضح أن هناك اغتيالات في وضح النهار وموثقة بالكاميرات وموثقة أمام الرأي العام، يتداولها الرأي العام بمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الحكومة لحد الآن تتجاهل هذا الشيء وتسوف في عملية القوى المتنفذة في داخل السلطات الأمنية وداخل الأجهزة، هي سلطات عدائية بالنسبة للمتظاهرين ولأي تغيير ممكن يحصل باتجاه إصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. شكراً للأستاذة هناء. الآن أستاذة السؤال الأخير والرابع، بالنسبة للأستاذة أدن رزان، هل هناك آلية أو سلطة يمكن معها إجبار اللجن عن كشف التقارير المنجزة بنزاهة وشفافية واطلاع الرأي العام عليها؟ بصورة قانونية عندنا، لأنه عندنا لجنة النزاهة، مجلس النواب، وعندنا مديريات، وعندنا قضاء مال النزاهة، كل شيء موجود بصورة قانونية موجود. ودائما احنا نحكي على النزاهة، يعني مو قصدي اني يعني بصورة عامة قيادة الأحزاب السياسية كلنا نحكي على النزاهة. احنا لازم نزيهين، اي وزير لازم عنده نزاهة داخل وزارتها، بس مع الأسف ماكو شيء اسمه نزاهة داخل هذه الدولة. لهذا ولا أنفسهم عندهم ثقة بهذه الأماكن كيعملون على النزاهة. يعني إذا كان أنا أحكي صراحة أقول والله أنا عندي ثقة بهذه الحكومة الجديدة، فعلا تشتغل بصورة قانونية، وكل هاي الفاسدين السابقين يحولون إلى محكمة بسبب فسادهم، أنا أقول مع الأسف، لأنه هذه الملفات، لأنه هذه الأشخاص كاشتغلوا بهذه الأماكن أساسا أشخاص حزبيين، وهم يشتغلوا لهاي الحزب السياسي. إذا كان هذا الشخص انتقل إلى لجنة النزاهة إلى محكمة، هذا الوقت لازم أحزاب السياسية كلهم يروحون إلى هذه المكان. أنا بنفسي أقول هذه التغييرات كهسة موجودة، وهذه الأمر قبض. إحنا كل يوم نسمع هذا الشخص عنده ملف، اليوم وصل عنده أمر قبض لازم يوصل إلى لجنة النزاهة أو محكمة أو أي مكان. أنا أقول ما عندي ثقة، لأنه من القبل هم شفنا كم محافظ عند ملف فساد، ومباشرة بعد التحقيق هم صاروا كلهم الحمد لله بريئين، وما عدفهم ولا فساد. هذا الشعب سويت فساد، مو هذا المحافظ الفقير، وهذا هم نفس الشيء. يعني بهذه الطريقة يعني يمكن هسه أكونية أكو قوة، لأنه هم يخافون من المتظاهرين، يخافون من النشطاء المدنيين. أما كمبدأ كعمل جدي أنا ما أتوقع بالعراق يصير هذه التغييرات أساسية، لأنه ما تغيرت هذه الأشكال كموجودة على الساحة السياسية. هم هسه موجودين بأماكنهم، ولحد الآن محافظة السياسية موجودة، وأي مكان يعني كفارغ وهسه لازم شخص يروح إلى هذا المكان لازم من قبل السياسي يقبلون وبعد يأخذ مكانه.
يعني إذا إحنا نحكي فعلاً أشخاص مستقلين هسا أخذوا الأماكن، أقول لا مستحيل، يعني أحزاب السياسية ما أقبلون. نعم أستاذ رزان، اللي زيادة في التوضيح للمشاركين، هذه نعم. اللجنة، هذه اللجنة بالضبط التي تقوم بهذه التقارير، نعم. هل هذه اللجنة التي نس يعني أن تكون بها نزاهة وكشف عن ما هو بمضمونها، هل يجوز الاطلاع الرأي العام عليها من جهة؟ والسؤال الثاني، هل ممكن الطعن فيها إذا كانت فيها إخلالات؟ لأن إذا كان العناصر الموجودة أو المكونة لهذه اللجان ليست فيها نزاهة، فكيف يمكن الطعن في هذه التقارير المنجزة من طرف هذه اللجان؟ ولماذا لا يطلع على الرأي العام حتى يبدي رأيه الرأي العام؟ شوف، هيئة النزاهة كموجودة بالعراق، يعني مع الأسف مرة أخرى أقول هذه الهيئة كهيئة بصورة قانونية كل الأمور إدارية وقانونية موجودة بها، لجان التحقيقية بها موجود، وكل هاي المستمسكات إذا كان يوصل إليهم. أما كي يجمعون الأوراق وملفات، إحنا نعرف حتى هاي هيئة النزاهة لازم يوصلها مباشرة إلى محكمة المختصة، لأنه هذه الهيئة أساساً إذا كان أهم حتى عند حاكم عند أي شيء، بس بالآخر إحنا ما دام عندنا محاكم لازم بالآخر هذه الهيئة إذا كان يجمع الأدلة ويجمع كل شيء لازم يوصلها بنزاهة إلى محكمة العراق، محاكم العراقية. أما في بعض الأحيان أخبار كاذبة موجود، ملفات كاذبة موجود، وأحزاب سياسية هم عندهم ضد الآخر يسوون ملفات إلى هيئة النزاهة، يعني بصورة عامة لدى الشعب العراقي هذه الهيئة ما عندها ثقة. نعم. أضيف شيء حول اللجان التحقيقية. نعم. مثلاً يعني العراقيين يعرفون إذا راحت التحقيقات أو أي قضية تحال إلى لجنة معنى ذلك مصيرها إلى يسجل مجهول. مجهول. سقوط الموصل. سقوط الموصل بيد داعش. جرت تشكيل لجنة تحقيق برلمانية طويلة وعريضة، وكتبت تقرير كبير وأدانت الكثير من المسؤولين، وضع فوق الرف، ولحد الآن موضوع فوق الرف ولم يكشف النقاب ما هو سبب سقوط الموصل وبقية المناطق العراقية بيد داعش. مجزرة سبايكر اللي هي القاعدة اللي كان بها موجود أكثر من 2000 من الشباب العراقيين المجندين، ودخل عليهم داعش، تنظيم داعش، وأغلبهم جرى نحرهم وجرى يعني تصفيتهم تماما جسديا، وشكلت لجنة التحقيق أيضا في هذا الأمر، ولحد الآن من سنة 2014 لم يكشف النقاب عن من هو المسؤول عن مجزرة داعش، عن مجزرة السنجار. هم نفس موضوع الشنغال، موضوع السنجار، يعني كل هاي المناطق يعني لحد الآن نسائنا بيد داعش، نسائنا سبيات بدول الأخرى، يعني كل هاي المواضيع لحد الآن ماكو دليل أساسي، ماكو نتيجة لكل هاي التحقيقات. شيء آخر أضيفه مهم، لأن هذا دستور، الدستور ينص على أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لكل الأطراف. أنطي مثل يخص الكوتا النسائية في مفوضية حقوق الإنسان العليا، مفوضية العليا لحقوق الإنسان التي تشكلت في سنة 2012 في أول دورة انتخابية، جرى انتخاب، وحسب القانون الخاص بالمفوضية يقول لا تقل نسبة المرأة في مجلس المفوضين عن 30%، لكن اللي جرى بعد ذلك أن التعيين أو اختيار تم أقل من 30%. إحنا كمنظمات مجتمع مدني وشبكة النساء العراقيات رفعنا دعوة قضائية أمام المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية
أيدت ركزت وطلبت من مجلس النواب تصحيح الوضع الكوتة النساء في مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان. كان ذلك في سنة 2012. استمر الحال كما هو إلى أن انتهت الدورة في سنة 2017، وجرى تعيين دورة جديدة في سنة 2017 وهي الآن موجودة وبنقص في مجلس المفوضين من خلال المرأة. الأنكر من ذلك بعد تشكيلة الدولة الجديدة في 2017 وبعد انتخابات 2018 لمجلس النواب، إحدى أضوات مجلس المفوضية لحقوق الإنسان انسحبت لأنها رشحت بالانتخابات وكسبت الانتخابات، وبالتالي أصبح النقص في مجلس المفوضين نساء امرأتين، النقص يخص امرأتان، لكن مع ذلك استبدلت المرأة برجل. واليوم نواجه، والدستور يقول قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لكل الأطراف. ومن هو اللي نقض هذا النص الدستوري؟ مجلس النواب المفروض هو اللي يشرع القانون واللي هو يلتزم أول الملتزمين بالدستور العراقي. فأنت قيسي المهزلة التي يعيشها شعبنا في ظل هذه الأوضاع، في ظل أوضاع لا قانونية، في ظل أوضاع استهتار بمصالح الشعب، وفي ظل اليوم نعاني من أزمة اقتصادية شديدة بحيث أثرت على تقديم الرواتب، تسليم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي كانت، ولحد الآن الرواتب مهددة في كل شهر. الحكومة كيف تحاول تجميع الرواتب لدفع الرواتب لهؤلاء؟ وهذه إحدى المشاكل الأساسية من معاناة شعبنا اليوم، إضافة إلى معاناة الفقدان الأمن وفقدان عدم الاستقرار وأيضا التهجير والنزوح وإلى آخره. ربما رؤى عندها شيء تضيفه في هذا الكلام. حبيت تضيفي شيء أستاذة رؤى؟ بصراحة أنا يعني أثني على كلام السيدتين رازان وسيد هناء إدوارد بهذا المجال، بهذا الخصوص، لكن إحنا كمتظاهرين يمكن أنا بعد عندنا بصيص أمل إنه ممكن بالمثابرة وبالاستمرار رغم هذه طغمة الفساد كبيرة، لكن عندنا أمل بالتغيير. إحنا من طلعنا من للاحتجاجات إحنا نعرف إنه إحنا نقابل حيتان فساد، المعركة أمامهم مو سهلة، هذا أكيد ببال أي متظاهر وببال أي شخص لليوم مواصل عمل وجوده في ساحات الاحتجاج ومعتصم وعنده النية بأن يكرر تواجده يوم 25 أكتوبر اللي جاي. نعرف أنه هما طغمة جاءت من عدم واليوم أصبحوا أصحاب نفوذ، وهم نعرف انه احنا بدنا نواجه طغمة هي ما عندها ولاء للوطن، لكن احنا اللي موجودين ولاءنا للوطن فاكيد حجتنا تكون اقوى. هو الموضوع صراحة مو مجرد انشاء وتعبير، لكن هي هذا الواقع، يعني ما بالتالي ما يصح الا الصحيح. ونشوف افلاس الاحزاب الاسلامية اليوم اللي متنفذة بالسلطة من جمهورها، فبالتالي هي اليوم جداً مرعوبة من الحركة الاحتجاجية وجداً مرعوبة من التظاهرات وجداً مرعوبة من الناشطين. ولذلك احنا أنا أشوف هي التشهير، القتل، الترهيب، الحبس، التوقيع على تعهدات، هاي ما هي إلا دليل لضعف موقف الطغمة الفاسدة في العراق. ممكن إذا احنا مو هذه السنة صير تغييرات، لكن احنا أحدثنا شدخ كبير في هذه في قاعدة الطغمة الفاسدة. احنا أجبرنا على تغيير حكومات، على يعني هاي من 2003 إلى الآن ما صارت إنه حركة احتجاجية تسقط حكومة، لكن الحركة الاحتجاجية أسقطت حكومة. الحركة الاحتجاجية رفضت شخصيات لحكومة انتقالية. ممكن هذه أزمة كورونا وأزمة البلد اللي تمر بها جميع العالم والعراق بصورة خاصة خفتت من حركتنا الاحتجاجية، لكن هي ما تعني إنه هي انتهت، هي موجودة حتى زوال هذه الغمة عن البلد اللي رجعت العراق إلى 70 سنة لورا، وكأنما نحن نعيش في فترة الثلاثينات
من التاريخ. وشكرا لهذه الفرصة الجميلة. شكرا للأستاذات الكريمات. أظن نكون قد انتهينا من هذه الأسئلة التي كانت على الأجندة، والآن سوف ألقي بعض الأسئلة التي توصلت منها من المشاركات معنا في هذه المنصة الإلكترونية، وألقي هذه الأسئلة لتستعدوا للإجابة أيتها الزميلات العزيزات العراقيات. تحية للعراق. الأسئلة، هناك بعض الأسئلة منها: هل يوجد فيه نظام الكوتا؟ الحكومة توجد فقط في بغداد، أما بقية المحافظات هي تحت قيادة المافيا والمستفيدين من المؤسسات. يعني هل هناك كوتا في النظام؟ سوف يعني أتلي جميع الأسئلة، ومن بعد اختاروا أنتم من تجيب على هذه الأسئلة. يعني شنو كوتا؟ كوتا شنو كوتا؟ تقول أستاذة يعني طرحت هذا السؤال، ممكن توضيح قانون الدوائر الانتخابية وهل يوجد فيها نظام الكوتا؟ خلاص. نفهم. كذلك صوت النواب على المقترح الذي قدمته اللجنة القانونية، والذي ينص على ألف تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوطة النساء، هل سيضمن المقترح حق النساء في المشاركة السياسية فيما لو طبق المقترح بصورة صحيحة فعلا؟ هذا سؤال ثاني. السبب، يعني تقول السبب الرئيسي في قلة التمثيل النسوي في صنع القرار هل هو الخوف من مواجهة الرجل في القرار ووجود النساء في قوائم الانتخاب، حيث تلجأ القسم الأكبر إلى القوائم الإسلامية. أعيد سؤال، يعني هو هكا أخذنا السؤال فيه، يعني أستاذة طرحت هذا السؤال على هذا الشكل. وهذا السؤال تقول صاحبة السؤال: من فضلكم وجهه للأستاذة ريزان. خلاص. هل سؤال آخر: هل البيئة القانونية والسياسية والأمنية غير ملائمة وغير ضامنة للانتخابات وتنعكس أكثر سلبا على النساء في العراق؟ هذا السؤال الرابع. سؤال خامس: هل تتوقعون الانتخابات تجري في وقتها وسط الانهيار المالي والاقتصادي بالعراق؟ نعم. سؤال آخر: ما هي نسبة تمثيلية المرأة العراقية في البرلمان وفي الحكومة؟ سادس. نعم. عدم جدية العمل على قضايا المرأة في العراق تقع مسؤوليته على كل النساء اللواتي استلمنا مناصب تشريعية وتنفيذية منذ 2003 ولهذا اليوم، وعلينا ألا نتجاوز عدد النساء طول تلك الفترة. يعني هو سؤال ومداخلة في نفس الوقت. هنا واحد التعليق، ممكن على أن نقرأ هذا التعليق وممكن تعملوا تعليق عليه. واضح جدا أن الوضع في العراق لا يتضمن بيئة ملائمة للممارسة السياسية للنساء أو للرجال على الصعيد القانوني وعلى الصعيد المؤسسي. المحاصصة داخل الجهات المعنية بتنفيذ الانتخابات والإشراف عليها، وكذلك لا توجد أي أعمال باتجاه توفير بيئة أمنية أو آمنة مناسبة، وجود السلاح المنفلت والميليشيات الموجودة لممارسة الانتخابات عليه لا نتوقع انتخابات نزيهة، والمشاركة في هذه الانتخابات هو عبث ترسيخ لسلطة القابضين على السلطة حالياً في ضوء القانون الحالي والبيئة الحالية. يعني مجرد تعليق، ممكن تعليق على هذا التعليق؟ طب خلاص، هما هذه الأسئلة اللي صار. أقول أتوقع تفضلوا كلكم باختياركم للأجوبة فيما بينكم. إذا ست هناء تقبل
أني أجاوب على أول وثاني وثالث وسادس نفس الشيء. تقبلين؟ تفضل. ست هناء. أكيد أقبل، أكيد أقبل يا ريزان. أستاذ غالية وعزيزة. بالنسبة إلى كوتا، كوتا النسوية، يعني حتى إحنا نعرف داخل الدستور العراقي يعني مو أقل من 25. يعني إحنا نقدر داخل العراق إن شاء الله إذا كان 50، بس مو أقل من 25. بالدوائر المتعددة، إذا يعني إحنا من القبل قلنا نصوت على دوائر المتعددة، يعني بأي محافظة كم مقعد موجود؟ مثلاً أني أقول مثل السليمانية، لأنه نائبة بالسليمانية، عندنا 18 مقعد، هاي 18 مقعد يعني 18 دوائر. بهذا الوقت شلون إحنا نحدد هذه الدوائر للمرأة؟ يعني بهاي 18 مقعد لازم خمسة كوتا النسائية، كوتا النسوية موجودة داخل سليمانية، خمسة النساء من 18. بهذا الوقت أنت شلون تحددين هذه الكوتا النسوية؟ صوتنا داخل مجلس النواب بكل محافظات شقد عدد الكوتا النسوية دوائر الانتخابية بهذه العدد. مثلا إحنا بسليمانية عندنا خمسة مقعد نسائي، خلاص بسليمانية صارت خمسة دوائر انتخابية، ضمان بهذه الطريقة، ضمان للنساء. أي نساء داخل أي دائرة انتخابية عندها أعلى أصوات هي تفوز. أما سلبيات هذا شنو؟ هسه إحنا داخل مجلس النواب عندنا 85 امرأة، أما بانتخابات 21 إذا يصير عندنا 38. يعني بهذا الوقت مستحيل امرأة من خارج الكوتا تطلع، يعني حتى إذا كان عندها صوت عالي من ضمن الكوتا تبقى داخل قائمتها. يعني خلاص فقط 83 امرأة داخل مجلس النواب العراقي، هذا يعني ضامن وموجود داخل هذه الانتخابات الجاية. أكو سؤال آخر، تمثيل النسوي بمكان التنفيذ، يعني بالسلطة التنفيذية داخل دستور العراقي، فقط على مجلس النواب عندنا هذا الشرط، وأكو مجموعة من القوانين الأخرى إحنا شرعنا مثل الهيئات، شلون ست هناء قال بالمفوضية العليا 30%، هيجي إحنا أما بالسلطة التنفيذية ما عندنا أي قانون حتى يجبر السلطة التنفيذية 25% لازم عنده وجود مرأة بسلطة تنفيذية. محتاجين كنساء داخل مجلس النواب. دورة السابقة من يعني ست هناء هي موجودة، هذا طلبهم وهذا مشروع قانونهم، إحنا شلون نقدر نشرع هذا القانون حتى صير قانون، لأنه كل فقرة دستورية محتاج إلى تشريع قانون. ما دام محددة لمجلس النواب وإحنا داخل مجلس النواب نصوت على الحكومة، خلاص إحنا ما دام نقدر لازم من مجلس النواب عندنا قانون، حتى عندنا الشرط على السلطة التنفيذية 25 ما مو أقل من 25% داخل السلطة التنفيذية. أما بالعراق لحد الآن يعني ما عندنا قانون حتى يجبر مجلس ولا مجلس القضاء، مجلس القضاء هم بنفس الطريقة، حتى محكمة الاتحادية لازم بهذه الطريقة. يعني كل الرؤية بالمحكمة الاتحادية، كل الرؤية رؤية ذكورية، رؤية ذكورية. إحنا ليش نحكي إحنا النساء بأي مكان؟ بأي مكان لازم عندنا وجود، حتى يعني خبراتنا قانونية، خبراتنا اجتماعية مختلفين عن الرجال، لأنه معاناة المجتمع داخل هذه المجتمع أكيد عندنا فكرة آخر. يعني محتاجين خاصة بالأماكن العليا وبالقضاء خاصة، لأنه المرأة المعنفة بكل يعني أنا كنائبة كسياسية
كمرأة بالبيت، كناشطة مدنية، كلنا بمكاننا يعني نواجه إلى العنف. لهذا محتاجين إلى هذه الأماكن العليا وخاصة بالقضاء مرأة بها وجود حتى عند دور بوقت القرارات، وحتى عند إحنا نحكي على العدل والعدالة. عدل والعدالة شلون يسوي إذا كان فقط الرجل يقرر بكل المكان؟ محتاجين هذه العدل والعدالة. لأن أنا ما أقول متساوين، أنا أقول راضي بالربع، ربعاني موجود بهذه الأماكن، دوري فقط دوري سؤال استشارة، حتى مستشاري ما موجودة بمجلس القضاء كإمرأة، مثل يعني أنا أحترم مثل مسجد الرجال فعلا، يعني مثل المسجد أنت تروح إلى مسجد الرجال هما هيجي إيش يعني هاي كل هاي دور المرأة العراقية، هذا نتيجة مثمرة مع الأسف. يعني لهذا أقول كل هاي القوانين إحنا ننفذ فقط داخل السلطة، فقط داخل السلطة التشريعية، باقي سلطة آخر ما عنده أي دور. حتى إذا كان نحكي على رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية من القبل عنده 4 أو 3 نواب كلهم رجال، وهسه عنده 40 مستشار، من هاي 40 مستشار 2 امرأة، واحد ثقافة، يعني شوف واحد للأمور الثقافية وواحد للمرأة، يعني عندنا ما عندنا حق استشارات بقضايا سياسية بقضايا أخرى، ما عندنا حق. رئيس الجمهورية إحنا نقول شخص مدني علماني كل هاي الأمور، كردي بالآخر، هذا نتيجة يعني أشخاص بأماكن، يعني هل قد عندهم أفكار قبل يوصلون إلى الأماكن، بس بالآخر كي يوصلون إحنا نعرف ماكو شخص مدني سياسي داخل دولتنا. رزام خان نسيتي أستاذة هنا قانون المجالس المحافظات، اللي كانت المجالس المحافظات استطعنا أيضا أن تكون الكوتا في داخل مجالس المحافظات أسوة بالكوتا في مقاعد مجلس النواب، اللي أيضا بنسبة لا تقل عن 25%، لكن هذه المجالس أيضا ألغاها مجلس النواب في العامين الماضيين، وبالتالي أصبحت لا شيء. لكن أيضا تذكرين قانون الأحزاب السياسية اللي صادق عليه مجلس النواب في سنة 2015، وإحنا حاولنا أن نضمن الكوتا النسائية، أن تكون هناك كوتا في الهياكل التنظيمية للأحزاب السياسية، لكن للأسف الشديد جرى التصويت ضد هذا المقترح، وجرى التصويت من قبل أغلبية النائبات ضد هذا المقترح، واستبداله بدل أن تكون هناك كوتا نسائية في الهيكل القيادي وفي الهياكل التنظيمية للأحزاب، جرى الاستعاضة عنها بجملة مراعاة التمثيل النسوي في تنظيم الأحزاب السياسية فقط. هذه للأسف الشديد، هذه العقلية منين نابعة؟ نابعة عقلية ذكورية صرفة، ونابعة أيضا من توجه يعني من عادات عشائرية، من تقاليد عشائرية مرسخة، وأيضا محاولة تزويقها بقضايا فتاوي دينية، بفتاوى دينية سيئة، إعادة تفسير الدين بشكل سيء تجاه المرأة من قبل الأحزاب الإسلاموية، ليس من قبل الأحزاب الإسلاموية، بما في ذلك أنا أقول مثلا الأغلبية في تمثيل النساء 83 امرأة أو 85 امرأة، أغلبيتهم من الأحزاب الإسلامية فوق 40 أو 45 وحدة، لكن حينما نقول لهم لماذا لا تمثل المرأة في قيادة مجلس النواب وهي أكبر كتلة، أكبر من كتل السياسية اللي موجودة، أو لماذا لا تمثل هؤلاء النساء في الوزارات، أيضا هم يحجمنا عن المشاركة في هذا الشأن. وهذه قضية أنا أقولها العقلية الذكورية المهيمنة بأعراف وتقاليد أيضا السلبية تجاه المرأة، الأنكى من ذلك أيضا
التشويه للمرأة، محاولة إبعاد المرأة عن المجال السياسي، هذه أصبحت قضية كثير قلقنا، قضية كيفية اختيار النساء. أيضا اختيار النساء لسنا بسياسيات للأسف الشديد، أغلب الموجودات في مجلس النواب أو في المشاركة هن نساء، يحملن فقط لولائهن لقيادة الأحزاب، ولائهم سواء عشائر أو سواء مذهب أو سواء عوائل، أيضا يكونون يختارون لتمثيل للانتخابات وينجحن في الانتخابات أحيانا بأصوات قليلة جدا باسم الكوتا. لكن حتى الكوتا مثل ما أشارت العزيزة ريزان أن الدستور يقول نسبة لا تقل عن 25، لكن مجلس النواب يحاول والسياسيين العراقيين يحاولون أن يضعوا كوتا محددة نسبة 25%، رغم أن في الانتخابات الأخيرة في سنة 2018 فازت 20 امرأة بقوة أصوات عالية وكبيرة، لكن لم يجري الاعتراف بهم وجرى اعتبارهم جزء من تمثيل كوتا النساء. للأسف الشديد هذه نضالنا وهذا تحدي أيضا أمامنا في كيفية تفسير الكوتا للنساء. أيضا البيئة الانتخابية والأزمات اللي قد أنا أقول البيئة الانتخابية اليوم لحد الآن غير مضمونة أن تكون بيئة آمنة للمرأة، وأيضا بيئة غير آمنة للتوجه المدني في العراق. إذا استمر هذا الحال بدون تحديد للسلطات بشكل واضح، بدون لجم دور الميليشيات خارج السلطة، بدون وضع حد، بدون إعادة بناء الأجهزة ومؤسسات الدولة على أساس الولاء للعراق. الشيء اللي بهذا الجانب ربما أيضا أضيفه أن الأحزاب المتنفذة بالسلطة تحاول أيضا التسويف وتأجيل الانتخابات، وتعمل بكل وسائلها من أجل عدم يعني إجراء الانتخابات المبكر وتأجيلها إلى سنة 2022، وهذه هي إحدى المواجهات اللي تنتظرنا في الأيام القادمة، كيف ممكن رح تعالج هذا الأمر من قبل المتظاهرين ومن قبل الشعب الغاضب أزاء يعني التمكس هؤلاء الفاسدين ومحاولة أنه يعني تسويف المطالب المشروعة لثورة أكتوبر. أيضا الشيء اللي واحد يقوله في النهاية بهذا الشأن أن يعني ننتظر في 25/10 ماذا سيحل في هذا اليوم المجيد، ماذا ستكون ردود الفعل الواسعة، كيف سيكون الشارع، وقلوبنا مع المتظاهرين، قلوبنا مع حركة الاحتجاجات، فعلا أنه نحن متفائلون رغم كل هذا ما ذكرت رؤى، نحن لا نزال متفائل، ولكن التحديات كبيرة أمامنا وأمام الحركة وأمام مسيرة شعبنا في الظروف الصعبة، لا سيما بتدخل عوامل إقليمية ودولية في هذا الشأن ربما قد تعيق تقدم المسيرة إلى الأمام. شكرا للأستاذة الكريمة، للأستاذات الكريمات. توصلت بأسئلة أخرى إضافية موالية. السؤال يقول لماذا لا تتم المطالبة من قبل النساء في البرلمان أن تكون المرأة بمنصب رئيس أو نائبه لمجلس النواب، وكذلك هل بالإمكان أن تكون المرأة رئيس وزراء؟ هذا السؤال. ثم هناك مداخلة وعلى شكل طلب، وهو أن نساء العراق من الأمهات يقولن نناشد ست هناء أدوار وست رزان وقوف بجانب الأمهات ضد تعديل المادة 57 خاصة بحضانة الأطفال، تقف جهات حزبية لسلب حضانة الأم وإعطائها للأب بحجة شريعة إسلامية، أي شريعة أن تسلب حضانة الأم بعمر 7 سنوات للطفل، أطفالنا تذهب هدية لزوجات الأب. صحيح، تفضلنا. أني لو أنتي بالبداية. ريزان، أنت ريزان أغلب الشيء. طبعا جاوبنا هذا الموضوع، خاصة موضوع الرئاسات الثلاث وموضوع المرأة.
الكتلة النسوية داخل مجلس النواب، هاي دورتين أنا موجودة. نعرف أغلب النساء إجا إلى مجلس النواب بالكوتا، أساساً هي ما تعرف شنو معنى الكوتا، أساساً هي ما تعرف ليش إجا هذا المكان، شنو دوره فعلاً. هي إجت إلى هذا المكان مسؤولية أكبر من مسؤولية أي نائب آخر، لأنه كل قوانيننا ما بها مساواة، كل يوم بها إهانة داخل مجلسنا للمرأة، حتى بالنكات نكتة نكتة، حتى بالتعامل ويانا. إذا كان فعلاً عندنا 83 امرأة قوية وعدهم فعلاً إجوا إلى هذا المجلس بقناعة لازم يدافعون عن مرأة عراقية عن أنفسهم قبل على أي مرأة أخرى، أنا شلون أدافع عن نفسي؟ أما لأنه أحزاب السياسية اختارون امرأة، مع كل احترامي مع كل احترامي، ضعف مو قصدي كضعف لإرادة، ضعف لهذه الامرأة كما عند رأي ما عند قوة وما عند تجربة سياسية وتجربة منظماتية وناشطة مدنية، لأنه بهذا المكان لازم أي شخص يروح إلى خاصة مجلس النواب كمكان تشريعي فعلا. مرأة القوية وعندها خلفية اجتماعية، خلفية منظماتية، نشطاء مدني، عندها معلومة هذه الدولة ما هي اجيت من حزب سياسي تسكت. إذا كان حزب أي وقت عنده هذا الجلوب الأخضر هذا الوقت عنده دور، لهذا ضعيف دورنا داخل مجلس النواب. أنا أقول داخل هاي المجلس يمكن 10 من النائبات فعلاً عندهم قناعة بهذه القضايا. ليش ما قدرنا بألفين وعشرة وبألفين وثمانية بألفين وأربعة عشر حتى 18 إحنا ما قدرنا نشرع قانون مناهضة العنف الأسري؟ 83 نائبة إذا كان عندهم صوت واحد وفعلاً عندهم هاي القوة، خلاص يعني مستحيل داخل مجلس النواب بكل جلساتنا 150 نائب موجود بوقت التصويت، خلاص احنا نصوت، احنا عددنا هواي. اما لانه احزاب السياسيه عندهم كل هاي الدور، هم بالعكس هم ما يحجون رجالهم، اغلب النساء صوتهم اقوى من الرجال ضد حقوق المراه، ضد حقها كهي امراه، ضد حقها. هسه داخل بخصوص تعديل قانون ماده 57 كمختصه بالحضانه، احنا من سنه 1959 شرعنا قانون أحوال الشخصي. بهذا الوقت يعني بهاي السنوات الماضية شقد مشاكل مذاهبية وهيجي قدرنا نشرع قانون، وهذه القانون حلت كل مشاكل المكونات ومذاهب الدينية. هسه هم يريدون مرة أخرى تعديل هذه الفقرة، لأنه لازم الطفلة بعد 7 سنوات يرجع إلى أبوها، لأنه هذه الطفل طفل أو الطفلة خاصة مشاكلهم بالطفلة حرام يعيش ويا زوجة زوج أم. إحنا نعرف داخل الدين الإسلامي عندنا حرام وقتي وعندنا حرام دائمي. حرام وقتي إذا كان هاي الزوج باقي علاقة زوجية، حرام بهذه الإبنة وهذه الامرأة كزوجة، حرام بهذه الابن كموجودة داخل هذا البيت. يعني هسه ما أعرف شو أقول. هم هسه حتى يريدون يتغيرون الدين، يقولون حرام هذا الطفل يبقى. إحنا نقول كلجنة المرأة وبدعم من المنظمات المجتمع المدني وبدعم من النشطاء المجتمع المدني وأكيد يعني بدعم شبكة النساء، كلنا ندافع عن هذه الفقرة بكل جهدنا. إحنا هم عندنا تعديل لهذا القانون بطريقتنا، بطريقة أخرى أقوى من طريقتهم. مستحيل نقبل حضانة الطفل رجع إلى الأب، لأنه مصلحة الطفل بقانون كلهم حددا مصلحة الطفل موجود داخل هذه القانون. حتى إذا كان أم ما تقدر
تربي أطفالها أكيد بقانون ترجع إلى أبها. بس إذا كان أم فعلا حاضنة وتكمل كل شيء لطفلة، شلون تقدر يعني هذا الطفل تشيل إلى رجل، إلى شخص، إلى هذا الإنسان أساسا سوى كل، إذا فعلا هل قد مهتم بهذه العائلة ما سوى هذه المشاكل حتى يصير طلاق. وحتى يعني كل هاي الأمور لازم إحنا نفكر بها، لأنه جاءت هذا التعديل القانون بنفس الوقت إحنا عندنا مشروع قانون مناهضة العنف الأسري مباشرة إجا هذا التعديل، حتى كل المنظمات كل جهدنا لرفض هذا التعديل. وأساساً أي وقت إحنا نشوف خلاص ضاعت الوقت، إحنا ما شرعنا قانون مناهضة العنف الأسري. بس هذه المسج هاي المرة إحنا نقول فعلاً هذه المرة عندنا تجربة سيئة خلال 8 سنوات الماضية. هذه المرة إحنا هم نقبل، وإحنا هم إن شاء الله بجهود كل النشطاء كل المنظمات وكل أي إنسان فعلاً عنده إرادة لتشريع هذا القانون يساعدنا حتى نقدر نشرع قانون مناهضة العنف الأسري. وهذا الوقت هذه فئة فاسدة، أنا أقول فئة فاسدة كضد احترام احترام داخل العائلة العراقية، احترام النساء داخل العائلة، احترام البنت داخل العائلة، احنا نقول لازم نرجع حقهم، وإن شاء الله نقدر بأسرع وقت نشرع هذا القانون. وإذا كان هم ما شرعنا مو بإيدنا، بس إن شاء الله كل جهدنا لتشريع هذا القانون إن شاء الله. إن شاء ما دام على أن عندنا أمل نناضل سوف نأخذ سوف نصل إن شاء الله. أي سوف إن شاء الله. إذن الكلمة أظن بأن انتهينا من المداخلات، وانتهينا من النقط على حسب الأجندة التي كانت مسطرة. والآن نعطي الكلمة للأستاذ مازن، للأستاذة موزن المديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية. أستاذة موزن، أستاذة موزن تفضلي. موجودة رام موجود. طيب انا راما المنسقه للملتقى. اود اولا اني اشكر الاستاذه بشرى على تيسير هذه الجلسه بشكل رائع وسلس. شكرا للاحاطه بجميع الاسئله والتعليقات والمداخلات من المشاركين، وايضا بالاحاطه بالاسئله التي كانت مرتبطه بالاجنده. شكرا للاستاذه هناء ادوار على المداخلات العظيمه، ونتمنى انه يكون جميع ما تم طرحه بالاجنده والاجابه عليه بالاسئله ان يتم تنفيذه وترجمته على ارض الواقع. شكرا استاذه ريزان على مداخلاتك النشطه وحماسك بالحديث، أتمنى هذا الحماس أن يكون على أرض الواقع كما هو الآن، وهذا بكل ثقة أتحدث عنه. وأيضا أشكر الناشطة النسوية رؤى خلف أيضا على المداخلة العظيمة وتمكننا من رؤية الواقع للنسويات العراقيات. شكرا لكم جميعا وشكرا للمشاركة، ويعطيكم ألف عافية. من الأردن بحدثكم. شكرا، يعطيكم ألف عافية. شكرا. تحياتي للجميع. وكذلك أنا أشكر الأختين الكريمتين، وأشكر الملتقى والأختين شيماء ورامة على تنظيم هذا اللقاء الرائع، رائع جدا. وعلى أشكر المتدخلات كلهم، وأشكر كل من ضمت إلينا إلى هذا الملتقى أو إلى هذه المائدة الإلكترونية، وأشكر الجميع كل من التحق منا، وشكرا للجميع. يلا مع السلامة. مع السلامة.